بالنسبه لي اللي كان بيحصل ده بالنسبه لي مهم. ليه؟ لانه شايف انت ان فرق السرعات مع مش في صالحنا مش طبعا. في صالحنا. لا لا خالص مش في هم صالحنا اسرع مننا 100% تقريبا، يعني 1 في 1 في كل المراكز في الملعب هم اسرع مننا. يمكن تاو ممكن هو اللي يعني في كومبيتيشن شويه في السرعات، لكن المهم بالنسبه لي اللي حصل في الماتش اللي فات هو ان انت في اكاديميه اسمها سان داونز بقى لها 10 سنين بتنفذ نفس الحاجه كل يوم في التمرين، وبتنفذ نفس الحاجه كل يوم في الماتشات. انت افقدتهم الهويه دي، فده كان تصريح بشكل مباشر ان النادي الاهلي هو الاقوى في افريقيا حاليا، وكل المنافسين في افريقيا هتتعامل معاك سواسيه، ان احنا هنروح نلعب النادي الاهلي في ملعبه وهنقعد في ال 18 ونشتغل على المهمات المرتده. هتروح ازاي تلعب سان داونز هناك؟ انت مش رايح بريتوريا دلوقتي، انت رايح جوهانسبرج، ده الملعب اللي اتلعب عليه نهائي كاس العالم. تمام، ممكن نشوف صوره الملعب، وغالبا خليني اقول لكم كده يعني ده توقع، هو يعني الموضوع ده هيتحسم يوم الجمعه بشكل نهائي، بس يعني غالبا هيسمح بحضور جماهيري في المباراه زي ما قال فاروق معانا بنسبه 10% من ساعه الملعب، يعني 10,000، بس انا توقعي انه العدد هيزيد عن كده. ده ملعب المباراه، ده الملعب اللي انت بتتكلم عليه يا شريف. ملعب نجيلته كويسه، ملعب واسع، ملعب اتلعب عليه نهائي كاس العالم، كاس العالم 2010، ملعب ممتع لما تنزل كلاعب كوره تحس ان انت مستمتع وعايز تلعب كوره. وفاروق قال لنا معلومه يعني برضو كانت استغربتها جدا، انه سان داونز ما لعبش على الملعب ده. سان داونز ما بيلعبش على الملعب ده، يعني سان داونز هو رايح يلعب على ملعب جديد عليه، بيحتاج يسافر، كان الاهلي بيلعب في برج العرب تقريبا. بيحتاج يسافر عشان يروح جوهانسبرج من بريتوريا عشان يلعب الماتش هناك. فبالنسبه لي اكيد مش هنتعامل مع المباراه بمنهج انه احنا الاثنين رايحين ملعب جديد. ده ملعب احسن من ملعب سان داونز 100%. فرق كبير جدا. فبالنسبه لي الملعب ده هيسمح لك ان انت تنفذ طريقتك اللي انت نفذتها في القاهره. تاني حاجه عقليه اللعيبه والمنتاليتي بتاع اللعيبه في ازاي هتتعامل مع المباراه. هل انا هقدر اخرج من القوقعه بتاعت ان انا في جنوب افريقيا فبلعب سان داونز هناك واستحوذ، ولا انا هفضل في القوقعه بتاعه زمان اللي هي انا رايح العب فريق في ملعبه فانا اسيب الكره شويه وادافع انا شويه. انا بالنسبه لي ملعب خسارتك في القاهره مع التصريح الغير مباشر اللي قدمه الاثنين مديرين فنيين، لان سان داونز عنده اثنين مديرين فنيين مش واحد، الاثنين مديرين فنيين، ان انت افضل مع كل الحاجات دي وكل الانديكيشنز دي، انت لازم تروح هناك تقدم نفس المباراه اللي انت قدمتها في القاهره. ايوه، لان هو في جميع الاحوال انت محتاج ان انت تاكد على فكره ان كل المنافسين اللي هيجوا بعد كده يبقوا عارفين ومتاكدين ان انا بلاعب النادي الاهلي اللي هو الاقوى في افريقيا حاليا كمستوى فني وكارقام وككل حاجه. فانا بالنسبه لي المباراه اللي هناك يقدر النادي الاهلي 100% ياخد طيب نتيجه ايجابيه. قبل ما اروح للطريقه والتشكيل الامثل من وجهه نظرك، فرق الزمني بين ماتش بيراميدز، انت عارف ان الفرقه امبارح خلصت طلعت على المطار على طول، ووصلت النهارده جوهانسبرج، مستر موسيماني مدي راحه، والماتش هيتلعب الساعه 3. الناحيه الزمنيه والساعه البيولوجيه ورحله السفر الطويله دي يعني ممكن تكون عامل مؤثر، ولا سهل ان احنا نتعامل معاها ونتخطاها او يعني نتفادى اثرها السلبي؟ لازم هيكون لها اثار علميه، لكن في النهايه انت معاك وقت كافي، ال 72 ساعه كافيين جدا. اولا انت معاك ال 48 ساعه بتوعك اللي انت هتقدر تتخلص فيهم، او اللعيبه هتتخلص من حمض اللاكتيك او اللي بيتقال عليه في الكوره الحمض المسبب للتعب، اللي هو ده هيتعبك او هياثر عليك يخلي عضلاتك مش كويسه. انت اخدت اول يوم راحه اللي هو النهارده، بكره اللعيبه هتنزل تعمل استشفاء. هم عملوا استشفاء في الطياره اوريدي، في بقى استشفاء بتبقى حاجات تانية. ممكن يختار ان هو يعمل استشفاء في البول، ممكن يختار يعمل تدليك، ايا كان النهج اللي هو مقتنع انه احسن هيعمل استشفاء. فكده هيبقى انت ال 48 ساعه الاولى عندك تمرينه واحده بس، انت مش تعملها فول سيشن، انت بتعملها هاف سيشن، تنزل تعمل سمول جيمز وفان جيمز زي اللي احنا شفناها حتى قبل ماتش سان داونز هنا، كانت اللعيبه عامله فان جيم كده، بتعمل فان جيم عشان ما تبذلش مجهود كبير، وفي نفس الوقت بتحاول ان انت برضو اللعيبه اللي انت حاسس انها لا زالت مرهقه بتدخلهم في استشفاء.